التراجع نابع من هشاشة الوضع الحالي في العراق على صعيد المؤسسات وعلى صعيد أيضا نفاذ القانون وعلى صعيد أيضا الحكومة التي ترتكز على المحاور الوطنية أو المحور الوطني القائم على أساس الأولوية للمصالح الجماهيرية أو المصالح اللي ضمنها الدستور ومن ضمنها حرية التعبير والإعلام. لذلك أعتقد أن تراجع حرية الصحافة هو أمر مرهون بسياسات لابد أن تعتمدها الحكومة الحالية أو حتى الحكومة اللاحقة وفق ما أقر الدستور وما كفلته القوانين سواء والاتفاقات والمعاهدات الدولية، وهذا ما نأمل أن يتحقق. واقع الحريات الصحفية بالعراق أيضا لا يختلف كثيرا عن الواقع بالمنطقة، وربما يزيد عليه أنه الصحافة بالعراق أكثر قيدا، وخصوصا هذا القيد لا ينشأ فقط من السلطة الحكومية وإنما من الفصائل المسلحة ومن الميليشيات ومن الجهات العشائرية. Ya, kita tahu lagi.